الآن أي جغرافيا، أي بيت، أي سيارة، أي دراجة نارية، حتى إذا نازح يسكن في شقة، في بناية، في منطقة غير شيعية، يتم قصفه بالمسيرات. لماذا؟ لأن إسرائيل وأمريكا ترى أن يعني لأنه مجرد لأنه يعني مجرد شيعي لا أكثر ولا أقل، هو الذي يقف عرق ويعيق المشروع. دكتور نسيب، يعني لأنه شيعي فقط أم لأنه من المقاومة أم بأسباب أخرى؟ الإسلام التحرري في غزة أيضا هو مطلوب، المطلوب نشر الإسلام الأمريكي المهجن والإسلام التكفيري وإسلام السلطة. وبالتالي نحن الآن نخوض معركة الأمة وليس دفاعا عن لبنان. إذا سقطت المقاومة في لبنان أو انهزمت، معنى ذلك أن حركات المقاومة سيأتي دورها، وبالتالي ما تقوم به حركات المقاومة خاصة الإخوة في العراق على الصعيد العسكري منذ بداية الحرب، أو الإخوة في اليمن، إضافة أن الإخوة في العراق سواء المرجعية الرشيدة أو كل الحكومة العراقية وكل الشعب العراقي، من احتضان الإخوة اللبنانيين النازحين أو الدعم الغذائي أو النقدي إلى المقيمين في لبنان، هذه هي اسمة وحدة الأخوة ووحدة المسار والمصير. هذه المعركة هذا هو أقل من الواجب دكتور، يعني هذا أقل من الواجب، هذا أقل من الواجب ووجود، لكن وجود إما لحفظ الكيان إما لهدم هذا الوجود الإسلامي المتحرر. تمام، لكن قلت حضرتك أنه يستهدفون الشيعي أينما يكون، يعني هل لأنه شيعي فقط؟ هو شيعي لأنه في أغلبيته يحمل فكر المقاومة، الشيعي المهابن، الشيعي المستسلم، الشيعي المهزوم، أو حتى الشيعي العميل مثل بعض العمامات التي استأجرت السعودية على العربية، هذا مرحب به آنيا، لكنه كعميل سيتم التخلص معه في ما بعد. وأريد أن أوضح شيئا وهو يمكن أن يكون يصل إلى المبالغة لكن بموضوعية. من يقاتل الآن على الجبهة الأمامية في لبنان ليس هنالك من جرحى، كلهم شهداء، لأنهم يقومون بعمليات استشهادية كربلائية، يرفضون الانسحاب، يعتبرون أن إقامة حائط صد الآن، نحن الآن لا نملك جرحى، حتى جثامين الشهداء في المعركة بعضها بقي منذ 20 يوما، لأن جبهة النار في الجنوب يمكن أنها تكون أضعاف أضعاف حرب تموز 2006.